سعد عبقي يعني من اللعيبه المميزه جدا، وجيل لعيب سوبر الصراحه، ولعب في نادي المقاولين ولعب في نادي الاسماعيلي، كان مميز جدا، كان نادي الاهلي والزمالك بيقاتلوا عليه لولا الاصابه يعني. لا لعيب سوبر. لا هو اتظلم عشان في واحد هشام عبد الرسول، كان الراجل تعب والتصفيات يعني، خالي هشام عبد الرسول لعب مع التصفيات كلها وراجل اجتهد، وكان من نادي من منيا نادي اقليم، فبعيد عن الضوء وتعب وعمل حادثه بعد وصلنا كاس عالم. معتمد جمال، معتمد جمال لولا الاصابات اللي تعرض ليها كان هيبقى ليه شأن كبير جدا 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 في الكره المصريه. من اللعيبه اللي توقعت لها انها يبقى لها مستقبل وهو بيتمرن معايا، مستقبل احسن من اللي هو فيه دلوقتي، انا بعتقد هو محمد ابراهيم لاعب الزمالك. كان ممكن يكون ليك انا، لان احنا متربيين مع بعض، وليد صلاح الدين من افضل اللاعبين اللي شفتهم في حياتي. مفيش غيره الحاوي محمد عبد اللطيف. محمد عبد اللطيف من اللعيبه اللي كانت تستحق ان هو يتم صناعته المنتخب مصر، محدش يهتم يعملها. كان اكتر لاعب موهوب شفته في الجيل بتاعي لحد النهارده. ابو تريك على فكره كان في الترسانه لعيب كبير جدا جدا جدا، بس هو سطع اكتر لما راح النادي الاهلي طبعا، ونجم برز اكتر في النادي الاهلي مع بطولات النادي الاهلي مع اعلام النادي الاهلي. لكن ابو تريكه من صغره حتى لما كان معنا في منتخب اولمبي كان لعيب جيد جدا، وكان باين عليه ان هو لعيب قوي ولعيب امكانياته الفنيه عاليه جدا.